لها وجيش يغيلي بي ام ديير لولو هاشم دي حط ستاتل خودي كالي قول اللي جي تمتيعي عسلي ومرحبا بكم في هيتاني. تحطي ستاتيو جنبك تلقيني استاتيو لولين. نجينا من عند الفنان ومادر محمد من الحمزاوي اللي كتب حمل هميمي في اجتماع لحزبه يغني حماني ويطالب بإطلاق سراح كافون. يعني حمزاوي عادي المرة الجاية نلقى السبسي يغني في زكاتاكا ويطالب بسيب اللعبة واكلم استاتيو الثاني. نجينا من عند البلوكوز لينا بن مهني اللي كتبت شكونك تل براهمي وشكونك تل بالعيد والاخرين. عندك الحق يا لولو، مش كون شد الفرد وشكون اللي بعث وشكون متاع شكون الفيسبا وصن 25 ولا ليه وشريها موظف بي ولا ليه يا معلم بخ تخ واكلم استاتي الثير اللي جينا من عند مواطن مهدي مربي اللي كتب هذه اسماء الفلوس بعد المليون. المليون المليار البليون البليار تريليون تريليار سنكليون سنكليار سيزيليون. ومن غير ما نكمل حاشيل وقدر فددني انا متأكدة يا مهدوش اول مرة تسمع بيهم. على كل حال اللهم ارزقني بسكليليار ولا بسيزيليون ولا حتى ان شاء الله بسكل حاشيل وذيكا واكلم استاتي الرابع جينا من عند دي جي المختر. شكون مختر؟ دي جي دانجر اللي كتب جمعة مشي جمعة جي نعرفها هذي دانجور الغناية. جمعة مشي جمعة جي جيب معاه يا العشي حسيلو هذيك متاع ستروماني واكلم استاتي الخامس جينا من عند مواطن سري يقول بعض الفتيات مثل مسبح السحري تمسح المكياج يخرج لك الجن. يا معلم انا نعرف زيدا بعض الفتيين اللي زيدا كي تهزلهم التليفون تحط لهم سيغ يكود يخرج برشا كذب واكلم استاتي السادس يجي من عند الممثلة منيلة عبلقوي اللي كتبت ربما غدا او بعد غدا ربما بعد سنتين لا تعد ربما ذات مساء نلتقي في طريق عابر من دون قصد. الله يا من والله ربما رب ذو ربما هذيك هي الدنيا بخايتي. اما انا اقول لك حاجة قبل ربما بعد سنتين يا اخي ما عندوش تليفون وش كلميها واكلم حيتاني تاع اليوم باع يعني وفيت نتقابلوا غدا في فيستس مع العز على اي اف ام 100.6 يحيى حامد وسفيان بوستة. حط ستاتل خودي كالي قول اللي جي حيتاني حيتم تيعي.